مرحبا بكم أيها الرائعون على قناتكم دهاليز. حلقة اليوم سنرى فيها قانون التركيز. قانون التركيز هو أحد قوانين العمل الباطن الذي يتطلب منك أن تركز تفكيرك على شيء معين حتى تتمكن من إدخاله إلى عقلك الباطن، فيقوم عقلك بإلغاء أي شيء آخر حتى يفسح المجال لكي تعطي هذا الشيء مساحته التي يستحقها، ثم يقوم بتعميم الموضوع في الزمان والمكان، ثم تقوم بتخيل ما ركزت عليه في المستقبل. ذلك يحدث لأنه يتم رسم صورة لما نفكر فيه بداخل عقلنا الباطن. فمثلاً إن ركزت على التعاسة فسوف تشعر بمشاعر سلبية، وسينعكس ذلك على حكمك على ذلك الشيء، وبالعكس إذا كنت تشعر بمشاعر إيجابية فستحكم على ذلك الشيء حكما إيجابيا. ويجب أن تعلم أنك لن تتمكن من فعل ذلك الشيء إلا بتركيز تفكيرك وتسليط وعيك وإدراكك على ذلك الشيء. مثال بسيط: هناك بعض الأفعال والتصرفات التي قام بها أشخاص تجاهنا وتظل مخزنة في ذاكرتنا لفترات طويلة، منها أفعال قد سببت لنا ألماً مما يضطرنا للتركيز عليها والانتباه لها، والتي يترتب عليها بناء انطباع دائم يتم تخزينه في وعينا عن ذلك الشخص يتناسب مع ما شعرنا به من ألم نتيجة لتصرفه تجاهنا، مما يجبرنا على التعامل مع ذلك الشخص وفقاً لما نشعر به تجاهه، ويستمر شعورنا نحوه لا يتغير مهما غير هو من تصرفاته وطريقته وصار أكثر لطفاً. فأي شيء نفكر فيه ونستمر في التفكير فيه فإنه بهذه الطريقة سيترسخ في عقلنا الباطن وسيصير جزءاً أساسياً مكوناً لسلوكنا وخبرتنا. وستلاحظ أيضاً أن التركيز على فكرة معينة سيؤثر على تقييمك للأمور من حولك وأحكامك وقراراتك، سواء كانت تلك القرارات والأحكام سلبية أم إيجابية. تخيل مثلاً أنك يوماً تعرضت لانتقاد لاذع من أحد الأشخاص الذين لا تعرفهم، وخلال هذا الموقف كان تركيزك سلبياً، أي أنك كنت تفكر بطريقة سلبية أو تفكر في أفكار سلبية، فإنك سترى هذا الانتقاد بشكل مزعج وستبني انطباعاً سيئاً جداً تجاه هذا الشخص. ويحدث العكس إذا كنت تفكر في تلك اللحظة في شيء إيجابي. يتفرع من هذا القانون قانون عقلي آخر، هو قانون الانعكاس، والذي ينظر للحياة باعتبارها انعكاساً لأفكارنا ومعتقداتنا. ولكي تتغير حياتك لابد أولاً أن تتغير أفكارك وقناعاتك. وهذا القانون يوضح أن كل ما نتلقاه من عالمنا الخارجي من خلال حواسنا سيعود لنا وبنفس طريقة تلقينا له. كمثال بسيط: إن تصرف معك أي شخص بشكل سيء فسوف يرسم عقلك الباطن انطباعا سلبيا عنه، لينعكس هذا التصرف في أفعالك وشعورك تجاهه بطريقة سلبية أيضا ولو بعد مدة. في النهاية فهناك ارتباط وثيق بين الأفكار والمشاعر، فالأفكار مقدمات للمشاعر. إذا تحكمت في أفكارك ستتحكم في مشاعرك، ومن أهم وسائل التحكم في الأفكار هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وهذا يتطلب تركيز تفكيرك على ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، هذا فيما يتعلق بالجانب الإيجابي للأفكار. أما الجانب السلبي فيمكن التحكم فيه إذا ما التزمنا بقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ما يخطر بباله من أفكار تشغله عن التركيز في الصلاة، فقال له النبي: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة.